السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. كتبت لكم أسئلة قطع الكتاب، يعني كل قطع الكتاب، كل الأسئلة، حتى كتبت قطعة لوسي أو كتبت قصة الغزالة، يعني كله، لكن ما راح أشرحها لأن هواي. وطبعا منزلته بالقناة، موجود الشرح مالته نقطة نقطة، موجود بقوائم التشغيل، فراح اخليكم بس تاخذون عليها سكرين، حتى لان هذه وزاريه مهمه جدا، يعني هي ترى هواي اسئله القطع، لكن اخذت فقط الوزاريه اللي تجي كل سنه، يعني السنوات اللي تتكرر بها، فاخذونا سكرين على الورقه الاولى. يلا عيني، كلها شارحتها موجودة بقوائم التشغيل. يلا، هاي الورقة الأولى أخذتوا لها سكرين. زين، نجي على الورقة الثانية. هاي عيني، يلا. طبعا نزلتهن بقناتي على التليجرام، إذا تريدون تسحبوهن كصور. هذه هسه بعد هذني خذوا لها سكرين. هاي قطعة لوسي، وهذه قطعة باندا، وهذه اقرا بس هذا على هذا الفيديو، الأسئلة القطع بس على هذا الفيديو اقراه وضبطه، وانت تجاوب على أسئلة القطع، طبعا عليها 10 درجات. يلا عيني، هذني مثل ما قلت لك اقرا بسها على هذا المقطع، ونزلتهن بقناتي على التليجرام، اللي يريد يسحبهن كصور. وان شاء الله التوفيق.